دكتور عبد الحكيم الطحاوي أستاذ العلاقات الدولية والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الآسيوية عبر الهاتف من جدة. دكتور عبد الحكيم أهلا وسهلا بحضرتك، ما هو الأساس أو وجه التنافس الحقيقي في هذه الانتخابات الرئاسية في سريلانكا؟ هو في الحقيقة تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين. بالنسبة لسريلانكا، من المعروف أن سريلانكا من أقدم الديمقراطيات في القارة الآسيوية منذ جلاء الاستعمار البريطاني عنها، وهي تصل إلى حوالي مدة يمكن 72 سنة. هذه الديمقراطية عاشت فترة طويلة تحت الاحتلال البريطاني إلى أن استقلت وتولت رئاستها عدد من الوزارات، كان من أبرز هذه الوزارات سيمو بندرانيكا اللي تولد سنة 1960. بعد كده تغير اسم سريلانكا، لأنه كان اسمه سيلان الأول سنة 72، إلى هذا الاسم الحديث. أما بالنسبة ما يتعلق بالانتخابات الحالية حضرتك، الانتخابات الحالية تعتبر من أبرز الانتخابات التي تشهدها سريلانكا، ولا ننسى كما ذكرتم في التقرير أن هناك عدد كبير من المرشحين اللي بيبلغ عددهم 35 مرشح وحوالي 16 مليون ناخب. لكن الإشارة إلى أنه هذه الانتخابات هي الثامنة تقريبا في تاريخ سريلانكا. دايما القضايا اللي مطروحة في سريلانكا خاصة بحقوق الإنسان وخاصة بالأقليات، بالذات الأقلية المسلمة اللي بتعاني من الاضطهاد منذ فترة طويلة. هذه الأقليات مع ما يحدث بقى من مستجدات الأمن، وخصوصا أنه كما ذكرت حضرتك في التقرير أنه الانتخابات دي بتجرى بعد التفجيرات التي حدثت في أبريل الماضي. إذن هناك نوع من أنواع التغير في التوجهات للناخب السريلانكي. هناك من أشار دكتور عبد الحكيم، هناك من أشار وحضرتك أدرى إلى انتخابات بلدية كانت قد أجريت أشارت إلى تنامي النزعة القومية السنهالية في سريلانكا، لا أعلم مدى دقة هذه المعلومة. حضرتك هو فعلا هذه النزعة تتنامى، لكن في رأيي أن هناك أيضا نوع من أنواع التغيير سوف يحدث، لأن الشارع السريلانكي أصبح لا يطيق النخبة القديمة، وبالتالي فهو يتطلع إلى نخب جديدة. وإذا كانت النخب الجديدة أبرز المرشحين فيها أيضا من الذين سبق لهم الحكم أو ممارسة نوع من أنواع الإدارة، خاصة وزير الدفاع، خاصة وزير الإسكان، نعم. والاثنين دول من أبرز المرشحين اللي هم جويا بايا و ريما داسا. واخبر حضرتك ازاي فايه معاهم أنورا كومارا، لكن أنورا كومارا غير مؤهل لان يكون بالدرجة الاولى، لانه واضح انه بايا بيكتسب نوع من انواع التأييد خاصة من لانه هو دكتور عبد الحكيم. هناك من اشار الى انه في ساعات الصباح الاولى قبل فتح مراكز الاقتراع ابوابها كان هناك ضغط يمارس مباشرة بمعرفة بعض الرهبان البوذيين لمحاولة حمل سكان بعض القرى النائية للذهاب للتصويت إلى راجابانسكا، لا أعلم إذا كانت نما إلى حضرتك معلومة من هذا النوع أو لا، وما هي دلالتها إذا كانت صحيحة. هو طبعا الدلالة واضحة أن راجابانسكا هو الذي بيدعم راجل بوذي والبوذيين بيدعموه، وبالتالي البوذيين بيحاولوا أنهم هم يدعموا مرشحهم على اساس انه هو يفوز ولا تفوز اي او ولا يفوز اي احد من الاغلبيه اللي او الاقليات الموجوده في سريلانكا، لانه واضح انه انه هذا التوجه يدل على العنصريه الشديده. لكن هذا يقود الى سؤال ايضا مرتبط بمستقبل الديمقراطيه الاقدم في اسيا اذا كانت ستكون مؤسسه على هذه النزعات الطائفيه او العرقيه الضيقه. ايوه حضرتك، هو ده طبعا يؤثر على مستقبلهم من ناحيه انه انها تستمر العنصريه موجوده، وبالتالي اذا استمرت العنصريه موجوده فدي داعي لان تستمر الحروب وتستمر القلاق الموجوده، خاصه ان هم عاشوا مشكله التمييز، نعم. لعدد 5 سنوات حرب اهليه في سريلانكا. اذا هذا الامر غير واضح، وهذا الامر ايضا من القضايا التي يجب ان تحسم، خاصة انه عدد سكان سريلانكا النهارده لما تنظر في 21 مليون نسمة، ال 21 مليون نسمة دول عايشين على جزيرة بسيطة، هذه الجزيرة مساحتها 6500 كيلومتر مربع، وإذا كان هذا العدد وهذه المساحة وهذا الاضطهاد الذي يعاني منه الأقليات خاصة الأقليات المسلمة، ولا ننسى ندي معلومة بسيطة أيضا للمشاهد أنه سريلانكا ديت شهدت منفى أحمد عرابي هناك في هذه الجزيرة، لكن يعنينا أن احنا نتحدث عن
مستقبل هذه الانتخابات. طيب دكتور عبد الحكيم، تقديم بريماداسا لنفسه على انه مرشح الاقليات او الذي يقدم بعض المعالجات لقضايا اجتماعيه وانسانيه في بعض القرى والارياف في سريلانكا، هل يضمن له تفوقا ما، ولا ظهور النزعات العرقيه والطائفيه هذه ربما تقود الى افضليه للمرشح الاخر وزير الدفاع السابق راجابانسكا؟ هو بريماداسا طبعا كان وزير اسكان قبل كده ويعلم، ولا يزال لا يزال في الحكومه الاخيره وزير اسكان اعتقد. ايوه هو لا يزال، اي نعم، ويعلم جيدا يعني ايه الـ 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 الاقليات، ويعلم جيدا البوذيه، ويعلم خلينا نوعيه السكان اللي هم ايه بيعيشوا هناك. فهو من هذا المدخل بيحاول ان يطرح قضايا خاصه بالقضايا الوطنيه، خاصه بحقوق الانسان، خاصه بقضايا حقوق المراه، بدعم الاقليات عشان نكسب هؤلاء. لكن في رايي انه ايضا بايا وزير الدفاع رجل قوي ونال دعم من رئيس الوزراء الحالي، وبالتالي هناك منافسه هتكون شرسه ما بين المرشحين الاثنين بريماداسا وجويا بايا. لا يمكن الحديث عن الانتخابات في سريلانكا دون الحديث عن صراع النفوذ اذا جاز التعبير بين الجاره الهنديه وبين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه، هل من مصلحه مباشره لاي من هذه الدول، والهند لها تجربه بهارتا جيناتا ورئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي هندك كل مفاصل الدوله تقريبا في خطاب قومي ايضا، ماذا عن امارات او اشكال الصراع بين هذه الدول الثلاث؟ لا، في الحقيقه انه هذه الدول الثلاث دائما لها اليد الطولة في الانتخابات في سريلانكا تحديدا، ولا ننسى انه هذه الدول بتعاني من ايه، من شيء مهم وهو فرض السلطة، فرض السلطة ومحاولة ايجاد نوع من انواع الايه النفوذ داخل هذه البلاد. اذا هذا الامر مطروق على الساحة في سريلانكا، وبالتالي الامر هنا يحتاج الى نوع من انواع المراجعة، كيف نضع في السياسة الهندية في المقام الاول قبل النفوذ الامريكي وقبل النفوذ الهندي الصين. اذا الهند تلعب الدور الاساسي، لان الهند بتعتبر ان سريلانكا من المناطق الحيوية لها ومن مناطق النفوذ المباشرة للهند. ولا ننسى ايضا انه سريلانكا والهند كانوا مستعمرة واحدة للانجليز، لكن هنا نجد ان النفوذ الامريكي يحاول ان يتدخل في كل مكان من العالم كما نشهد. لا ننسى المنافسه الصينيه، خاصه المنافسه في المجال التجاري، وان الصين بتلعب دور قوي في هذه الفتره في كل مكان من الدول، خاصه الدول اللي هي في محل يعني تقريبا بدايه زي سريلانكا وما شابه هذه الدول من دول ضعيفه الى حد ما اقتصاديا وتحتاج الى معاناه اقتصاديه. خطابات متشابهه دكتور عبد الحكيم للطبقه السياسيه وسلوكيات وممارسات تقريبا هي لها ذات الطابع في سريلانكا وفي ميانمار وفي الهند، هذا المحيط الذي يمارس هذا الخطاب القومي الشعبوي الذي يحاول استهداف بعض الأقليات وتحديدا الأقليات المسلمة، هل المسألة مؤسس لها بأساس أيديولوجي مشترك، ولا الأمر مرتبط بخصوصية كل حالة على حدة؟ لا، في اعتقادي أن هناك نوع من أنواع البرنامج الممنهج لإضطهاد المسلمين في هذه الأماكن. ولا ننسى أن الهند تحديدا بها أكبر أقلية مسلمة في العالم، ولما أقول الهند فيها أكبر أقلية مسلمة في العالم مش معنى هذا أنه عدد بسيط، لا، ده حوالي أكثر من 150-200 مليون نسمة، 250 مليون نسمة، دول في وسط كام مليار وربع. إذا بيعيشوا أقلية هناك بيعانوا، ما حولهم من دول سواء ميانمار أو سريلانكا أو حتى في بنغلاديش نفسها دولة إسلامية، هناك أيضا نوع من أنواع الاضطهاد الذي يمارسه البوذيين بالذات، خاصة أن البوذية بتنتشر في هذه الأماكن وبالتالي تحاول أن تحتوي. نعم. وتضغط على الأقليات المسلمة في هذه المناطق، وما يشهده إقليم الروهينجا الآن من مذابح خاصة بالمسلمين. نعم، إقليم رخيم، يؤكد على هذا الصرح. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحكيم الطحاوي أستاذ العلاقات الدولية والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الآسيوية، منضما إلينا عبر الهاتف من مدينة جدة السعودية.